السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك يا شيخنا كريم؟ اتفضل. ربنا يحفظك ان شاء الله ويبارك في عمرك ان شاء الله. وياكم، اتفضل. بالله عليك قبل ما اسال سؤالي، بالله عليك تدعي الام المتوفاه ان شاء الله. الله يرحمها رحمة واسعة، وامهاتنا وامهات المسلمين والمسلمات. جزاكم الله خيرا. وياكم. بالنسبة لزكاة المال، زكاة ذهب وزكاة فلوس، هل دي تختلف عن دي؟ لا، ضم الذهب للفلوس لأنه فلوس، وإذا بلغ النصاب الذهب مع المال تصدق عنها، أو عفوا أخرج زكاتها كل 1000 2.5، كل 1025. كل 1025. تعرف ولا ما تعرف؟ في بعض العلماء قالوا إن نصاب الذهب له وضع، ونصاب الفلوس بيقاس على السلطة. لا لا، يعني لا، اصل مش نصاب الذهب، انت هتضم الذهب الى الفلوس، يعني هتقيم الذهب. الذهب كم جرام عندك؟ الذهب مثلا 200 جرام. 200 جرام، خلاص اخرج زكاة هذا الذهب 5 جرام. والمال ان شئت ان تجعله على الذهب جعلته، ان شئت ان تجعله على الفضة جعلته. طيب والمال، المال بقى؟ ما هو المال اهو، انا قلت لك المال بقى، ما فيش بقى. المال إن شئت أن تقيسه على نصاب الذهب، أنت كم معك فلوس؟ أي كان يعني مثلا هنقول مثلا إيه؟ 20,000 مثلا. 20,000 ستنضم إلى الأصل. ستنضم إلى الأصل، ليست ستكون وحدها. يعني ستنضم إلى الذهب الذي معك. ستخرج عليها زكاة. جزاكم الله خيرا مولانا، وأسألك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يبارك لنا في عمره. وإن شاء الله لا تنسنا من دعائك إن شاء الله. الله يبارك فيك وأنت كذلك.